من منزل الطالبة سارة سعيد السيد عبد المهدي الحاصلة على مجموع 280 درجة ومن أوائل الشهادة الإعدادية من محافظة المنوفية، وشقيقتها التوأم سلمى تعتبر من الأوائل برضو، وسلمى حاصلة على مجموع 278 درجة. ووالدتهم احنا النهارده بنهنيهم ونبارك لهم، الف مبروك يا ساره انت وسلمى. الله يبارك فيك، ربنا يوفقكم دايما. عرفتوا بقى النتيجه منين النهارده؟ من على النت. عرفتوها من على النت؟ كنتوا موجودين مع بعض في البيت هنا ولا ايه؟ بس ما كنت في المدرسه. انا كنت في المدرسه، ففي واحده زميلتي قالتها لي، قالت لي ان ساره جابت، هي شافتها الاوائل على المدرسه، فقالت لي بقى ساره جابت النهايه وسلمى نقصت درجتين. فطبعا بقى الواحد كانتش الفرحه سيئه. السنه دي عدت عليكم ازاي؟ يعني عملتوا ايه طول السنه؟ ما شاء الله عندك اثنين توأم في الاعداديه والاثنين من المتفوقات والحاصلات على درجات عليا. الحمد لله. عملوا ايه السنه دي؟ والله بصي حضرتك، البيت ازاي في السنه دي؟ هي بالنسبه ليهم هم كانوا يعني بيخلصوا دروسهم، كانوا بيجوا بيذاكروا اول باول، ما كانوش يعني بيركموا المذاكره على بعضها. فالحمد لله فالدنيا كانت ماشيه معاهم كويس. يعني كانوا بيذاكروا الحاجه بيذاكروها باتقان كده، ما كانوش والله انا يعني البيت كان مهيأ برضو ليهم. الدنيا كانت مش عارفه، الدنيا كانت ماشيه كويس الحمد لله، يعني مهيأ لهم، ما فيش دوشه، ما فيش كده. كان مثلا واحده منهم تقول لي صحيني يا ماما الساعه كذا اصحيها. طبعا بقى الاكل يعني مظبوط، الدنيا متظبطه الحمد لله. يعني انت بتتابعي مذاكرتهم معاهم؟ والله هو بالسؤال بس، يعني مثلا ما كنتش بجيب مثلا اقول طب يلا نراجع مثلا الوحده كذا نراجع كذا، لا هو مثلا هي ساره خلصته او مدرسه رياض اطفال. فكان بصراحه الوقت برضو عندي ضيق، يعني لما كنت اروح المدرسه برضو لغايه الساعه 2 وارجع يا دوب الاكل اشوف طلبات البيت، ما كانش في وقت ان انا اقعد اراجع معاهم اسمع لهم بصراحه يعني. فهي كان هم الاولين الاولى، يعني هو كان اول حاجه ليا كان سلمى وساره توام يعني. ف بالنسبه ليهم هم كانوا بقى بيعتمدوا على نفسهم بصراحه في المذاكره، هي ساره خلصتي كذا فاضل لك كذا، هي سلمى في حاجه انتوا واقعين فيها، في حاجه ناقصاكوا. السيد عبد المهدي، هو انا كان في بدايه اليوم كنت انا بصحى عادي وبعدين افطر واشوف دروسي، لو كان الصبح بدري خالص بقول لماما تصحيني، وبعدين بقى كنا مش كل، هو يعتبر كله، يعتبر كله مع بعض بس. وكنت باجي واقعد اذاكر شويه و... بتنام وتصحى في نفس الوقت وتذاكر في نفس الوقت؟ لا مش في نفس الوقت، يعني هي ممكن تسهر شويه وانا نايم وبعدين تقوم صحياني وانا او العكس، يعني تقوم سهرانه هي اقوم انا سهر شويه وكده. يعني انتوا بتساعدوا بعض في المذاكره؟ يعني هي انا لو حاجه مش فاهماها انا بقول لها تشرحها لي. ايه النهارده يا ساره لما عرفتي ان انت جبتي المجموع النهائي في الشهاده الاعداديه؟ كنت فرحانه طبعا. عرفتي الخبر من مين؟ من على النت. انت فين؟ كنت هنا وبعد كده رحت عند عمي في البيت اللي جنبنا وعرفت بقى طبعا انا جبت 280 وفرحت جدا. انت شايفه الفضل يرجع لي؟ لماما والمدرسين بتوعي. احكي لي بقى كنت بتذاكري كام ساعه في اليوم؟ مش شرط، انا ما بحسبش يعني كام ساعه، انا كنت بروح الدرس وبعد كده اخد اشوف انا خدت ايه في الدرس دوت واذاكر ديت وارتب الدروس اللي ورايا يعني عشان ما يتراكموش عليا وبس. انت شايفه ان ممكن تكوني تميزتي عن زمايلك في المدرسه ايه؟ يعني عملتي ايه هما ممكن يكونوا اغفلوه ما عملوهوش؟ بصراحه احنا كلنا كنا بنذاكر، مفيش حد يعني الاوائل اللي طلعوا دول كلهم كانوا بيذاكروا ومفيش حاجه، يعني انا مش شايفه ان في حاجه. يعني شايفه ان فرقك عنه هو توفيق بس من ربنا؟ ايوه، مذاكره وتوفيق من ربنا. قولي لي بقى دور المدرسه والمدرسين. المدرسين كانوا بيساعدونا طبعا كتير، كنا بيوضحوا لنا حاجات كتير قوي احنا ما كناش فاهمينها وكانوا بيشرحوا كويس وكانوا بيساعدونا، يعني بنحل تمارين كتير قوي في الكتاب وكانوا بيصوروا لنا مذكرات ان احنا نحلها.